ونريد أن نقول إن الرسالة التي يبعث بها الأسرى من خلال نضالهم ومن خلال وقفتهم ومن خلال إضرابهم بأنهم مستعدون لتقديم الغالي والرخيص من أجل قضيتهم ومن أجل شعبنا. المعركة التي يخوضها الأسرى هي معركة الشعب الفلسطيني برمته، هي معركة الكرامة من أجل شعب الكرامة، هي معركة النضال والصمود من أجل بناء الدولة ومن أجل حق العودة ومن أجل تحرير الأراضي. وفي مقدمتها القدس الشريف العاصمة الأبدية لشعبنا الفلسطيني. في هذه المناسبة، بمناسبة تحرر عميدة الأسيرات وبمناسبة يوم الأسير الذي يصادف غدا وبمناسبة الإضراب المفتوح الذي يخوضه الأسرى، نرفع صوتنا عاليا باسمهم ومن أجلهم، باسم قضيتهم قضيتنا، باسم المشروع الفلسطيني، الرامي إلى تحرير الأرض والإنسان. واليوم أيضا يصادف استشهاد أمير الشهداء الفلسطينيين الذي اغتالته يد الغدر قبل 29 عاما. اليوم هو يوم استشهاد أبي جهاد خليل الوزير. وبهذه المناسبة أيضا نحمي هاماتنا إجلالا وإكبارا وإكراما لهؤلاء الشهداء، لمسيرة الشهداء. اطلعنا اطلعنا وتعالنا السجاد. أهلا وسهلا يا إخوان الحرين، أهلا وسهلا طويل العدل يا إخوان الحرين، بعروس أرض الوطن المعبد مسعنا وطلعنا. أهلا وسهلا ودار المناضلة أمينة الجربولي، نجمة فلسطين نجمة الوطن. أهلا وسهلا بك عائدة محررة مرفوعة الرأس. يا يمنى صوتك سمعنا ومن ناديك نطلعنا، يا يمنى صوتك سمعنا ومن ناديك نطلعنا. أهلا وسهلا بلا عدد وأنا الحرين، نعم حكم المعبد جميعاً. نطلب من الجميع الجلوس. أهلا وسهلا بكم جميعا الكرام، أهالي بلدنا الحبايب، الجمع الغفير شبابا وشيوخا رجالا ونساء، أهلا بكم في بلدكم في عرابة البطوف، بلد الانطلاقات الفلسطينية على مدى التاريخ. نرحب بكم في هذا اليوم المجيد الذي خرجت فيه إلى فضاء الحرية ابنتنا، ابنة شعبنا الفلسطيني، عميدة الأسيرات لينا جربوني. خلال هذا اليوم قابلني العديد من المراسلين وعقدت معي لقاءات عدة من وسائل الإعلام المختلفة، وكان السؤال الأبرز والأهم خلال ذلك
خلال كل تلك اللقاءات، ما هو شعورك في هذا اليوم الذي تتحرر فيه وتخرج إلى فضاء الحرية عائدة إلى أهلها وبلدها ابنتك الأسيرة لينا؟ كان جوابي دائما أنني سعيد في هذا اليوم، ولكن عندما رأيتكم الآن في هذا في هذه الساحة الضيقة التي تتسع لكل هذه الوفود، غمرتني سعادة أكبر وأكثر. ولهذا صار الواجب أن أتوجه إليكم جميعا فردا فردا بجزيل الشكر وجميل العرفان على تعاطفكم معنا وعلى حسن استقبالكم لبنتنا الأسيرة المحررة. لكن دعوني أصارحكم القول أن سعادتنا وسرورنا لم يكتمل، ما زال في سجون الاحتلال الآلاف المؤلفة من الأسرى الفلسطينيين، شباب وشيوخ يعانون هناك داخل الزنازين المظلمة أشد أنواع القهر والاضطهاد. فرحتنا لم تكتمل، وهناك العشرات وربما المئات من الأسيرات الفلسطينيات اللواتي يقبعن في غرف ضيقة حتى أن الهواء، حتى أن الأكسجين فيها خفيف وتفتقر لكل وسائل الراحة والتهوية. في هذا اليوم أن تلتزم كل الفصائل وأن تتوحد، لأنه في الوحدة قوة وفي الوحدة النصر. أنا لا أريد أن أطيل عليكم الحديث، لكن اسمحوا لي أن أرحب بالإخوة، بالصديق والزميل الأخ إبراهيم صرصور، وبالنائب عبد الحكيم حاج يحيى، بالنائب ابن البلد المضيف كما قال العريف أسامة السعدي، بالنائب عبد الوهاب دراوشي، بكل عبد الملك دراوشي دهامش رغم انه صداقتي مع عبد الملك دهامش ومع اهله واهلي بتمتد لاعماق التاريخ لقبل 80 عام. بعد 15 عام من الاسر كان لازم تخرج لفضاء الحريه مبسوطه كثير، ولكن كما حدثتني في السابق أنها لا تستطيع أن تنسى تلك الأسيرة الصبية الطفلة التي جاءت إلى سجن البنات عمرها 16 سنة ومحكومة 16 سنة لأنها ورت حجر على سيارة مريض. تلك الفتاة بقولوا إنها من كفر قاسم، من كفر قاسم الجريح. بتبادر للذهن سؤال، هل هذه العقوبة القاسية جدا تستدعي سجن 16 سنة لفتاة لم تتجاوز 16 عاما من عمرها؟ احنا بنناشد بالنهاية كل الفصائل الفلسطينية ان نتعلموا من جماهير شعبنا هون في الداخل، لانه احنا الجماهير العربيه اساتذه في الوحده، في السياسه، في الدبلوماسيه. الوحده اللي اقمناها، الوحده اللي جسدناها في اقامه القائمه المشتركه، واللي رايحين نحافظ عليها كما بيحافظ الانسان على بؤبؤ عينه، يتعلموا منها، يتوحدوا. هذا الانقسام اللي موجود في صفوف مش لصالح قضيتنا. فلسطيني المشاعر تختلط بين الفرحة والألم والحزن. الفرحة بضي 15 عاما قضتها أسيرتنا المحررة لينا جربوني قابضة على الجمر، شامخة في كبرياء لم أرى مثله قط.
وأقول ذلك من خلال تجربتي معها على مدار سنوات. ما كنت أزورها يوما إلا وأخرج من لقائها ممتلئا أملا وثقة بأن شعبا أنجب مثل هؤلاء العمالقة لا يمكن له أن يموت أبدا، سيبقى منتصب الهامة، سيبقى منتصب القامة، مرفوع الهامة، حتى يحقق أهدافه الشرعية والمشروعة في إقامة دولته المستقلة على كامل ترابه الوطني بإذن الله تعالى. إلى إضافة كل إضافة إلى كل الأمان الوطنية. لينا خرجت كما دخلت واثقة في وعد ربها، محتسبة ما قدمت عند خالقها، موقنة بأن الذي قدمته قليل لخدمة هذا الشعب الذي نكب في العام 48 وما زالت نكبته تتدحرج إلى غاية هذا اليوم. الأسرى قصتهم كما تعرفون ممتدة في الماضي والحاضر والمستقبل، جذورها عميقة وسيقانها عالية وفروعها باسقة وثمارها حلوة نضرة لا يمكن أن تنضب أبدا. القضية الفلسطينية منذ بدايتها حتى اليوم عرفت الأسرى وعرفت الأسرى الذين قدموا أغلى ما يملكون في سبيل أن تظل هذه الراية خفاقة مرتفعة. أنا ما زلت أذكر تلك اللحظات التي كنا فيها قد اطمأننا على أن لينا ستخرج إلى فضاء الحرية في العام 2011 في إطار صفقة وفاء الأحرار. أبلغوها وأبلغ زميلتها ورود بأنهما ضمن الأسيرات اللواتي سيفرج عنهن. في ذات الصباح وقد جمعنا أغراضهن وجلسنا ينتظرن شروق الشمس حتى يخرجن من بوابة هذا السجن اللعين، وإذا بالضابط يأتي إلى غرفتهن يتلمض كالأفعى ليبلغ كل الأسيرات الفلسطينيات إفراج، أما لينا وورود فلا إفراج. سمعت القصة من لينا في أحد الزيارات، وقد كنا قد احتفلنا في زيارات سابقة بلحظة الإفراج التي ستكون في إطار صفقة وفاء الأحرار.